سعيد بالمشاركه طبعا بالبانر ده اللي هو عن ازاي اتشافت مصر من خلال افلامي، وكانت ندوه جميله جدا ادارها المخرج الموهوب جدا عمر زهيري، وكان فيها يعني مشاركين جمال اتكلموا زي هيا خيرت و اروى عادل وزي عدلي توما. فمبسوط جدا من الندوه، كانت ندوه غنيه جدا ومزدحمه جدا. وطبعا ليا فيلم تاني للاسف مش قادر احضره، اترمم، اللي هو قشر البندق، هيتعرض مش متذكر امتى بالظبط. سعيد بان هو هيتعرض على الناس بعد الزمن الطويل ده، وانا شفت النسخه هايله مترممه حلوه قوي في مصر. طبعا للاسف هكون في امريكا. لا انا طبعا كنت سعيد جدا امبارح وانا بحضر الافتتاح، لانه كان زي ما قلت افتتاح ايقاع رشيق، مر كده زي نسمه، وطبعا خد شعبيه وحفاوه نتيجه الدعم اللي قدمه الافتتاح لفلسطين بالرقص الجميل والغنى الجميل لفرقه من غزه. اعتقد ان ده كان ليه صدى غير عادي، وليه يعني عمل شعبيه عاليه.